تعرف الوضع هو تعبان، بس احنا بالنسبه ان احنا قوتنا يومنا، وهذا اليوم اللي احنا بالنسبه ما نطلع بيه ناثر علينا وعلى جهاننا افضل شيء. زين احنا فلازم المفروض من عندنا نطلع، وما رغم المخاطر وما مخاطر والعقوبات اللي تنفرض علينا، بس احنا نطلع في سبيل عمود الواحد يوفر له لقمه عيش يعيش بيها احسن ما يمد ايده فلان وغيره وغيره. هو صار تقريبا ازمه بالشهرين او ثلاثة شهور، شنو الدوله شنو سوته؟ بس مجرد فرض عقوب، بس فرض حظر التجوال ومن بعده كل شيء ماكو، سووا شيء؟ لا. بس الوضعيه كلش تعبانه، ناس حاله تعبان، الظرف مأساوي، حياة يرثى لها، حكومة، خدمات ماكو، ودور رجال الوضع الراهن هذا اللي نعيش احنا حالة الوباء اللي تصير. بلد يعني بس الله سبحانه وتعالى يعني يرحمنا، ولو رايح نحو الهاوية والله. إذا يبقى على هالوضع هذا ميزانية، هبوط بأسعار النفط، حكومة تعبانة، فساد إداري مالي بكل شيء، حتى حياة البشر قاموا يتاجرون. والدليل هاي كورونا، يومية إصابات ألف احتمال الله يعلم، يعني سنة دايخين بالإيجارات، يعني اليوم 13 بالشهر، ذاك الشهر مدافعين 12 ورقة، وهذا الشهر ما دي يمشي علينا ما تعرف شنو الموضوع. كل شيء ما حصلنا لا منحة لا كل شيء، وإيجارات ورانا 1,350,000 محلاتنا وبيت 500، حقنا انفتل على شو نسوي؟ قتلنا الجوع؟ قوت يوم احنا كاسب نشتغل ناكل، ما نشتغل ما ناكل، والله كل شيء تأذينا. يعني انا 1,300,000 ان شاء الله لازم مريود من عندي، ايجار المحل وايجار البيت، يعني منين اجيب؟ ويقول لك قاعد بالبيت، ايش تقعد بالبيت؟ قتلنا الجوع؟ حكومه اوفنا من الحكومه، ما اريد اسولف على الحكومه لان قلبه مجر منها كلش. ايش قدمت يا اخوي؟ انت مو متفرج، انت مو عراقي متفرج على الوضعيه، هو على اساس منحة اعطانا اياها وكلها كذب، حرام ما اسلم، جدنا رساله وكل شيء ما قبضنا من عندك، كفيلك الله.